اليوم معنا في الاستوديو مشروع سعودي جميل ابدع في صناعه الايس كريم والعصاير. انا وانتي واحد بنكهات لذيذه وشهيه ومطلوبه هذه الايام اكيد، وخاصه في فصل الصيف. يعني يمكن يا ريم بتستعد مشاهدينا، كيف اثبت جدارته صاحب هذا المشروع في مشروعه البسيط وفين حابب يوصل؟ اكيد راح معايا في الاستوديو بضيفي الاستاذ محمد القرني، واللي راح يعيشنا تجربه تقديم الايس كريم اليوم في الاستوديو. اهلا وسهلا فيك محمد. اهلا وسهلا، حياك الله، نورتنا. نور نوركم. يعني اشوفكم بتستعدوا انتم وريم وقلفزات وكذا. اي تحمست على الموضوع. حابين نذوقكم ان شاء الله وش عندنا من عصائر طبيعيه ان شاء الله. وبرضو عندنا نشاط ثاني اللي هو الايس كريم. الايس كريم. طب قبل كل هذا انا حابه انه انت تكلمني عن فكره مشروعك، واذا اصلا انت عندك وظيفه ثانيه جنب المشروع ولا لا؟ الامانه انا عندي وظيفه الحمد لله خاصه فيني، لكن هذا انا قلت انه بزنس خاص. بزنس خاص والحمد لله وماشي فيه، اللهم لك الحمد. جميل. طيب اسم المشروع فرمت عطشك. ممتاز. كلمنا عن الفكره كيف جات وليش اخترت ذا الاسم؟ فرمت. ممتاز. للامانه الاسم اللي اختاره اخوي الصغير. ايه. كنا مره محتارين وش نسمي العربه؟ عصاير؟ عصاير طبيعيه؟ ايه. قلنا لا، نبغى نتميز في شيء بحيث ان نخلي الاسم هو اللي يلفت وش داخل العربه، وفعلا الحمد لله توفقنا من الله سبحانه واختار الاسم على طول. لما قال لي الاسم قلت توكلنا على الله، بالعكس كان اسم جميل جدا. جميل. فرمت العطش. جميل والله. حلو. طب ما شاء الله، يعني انت في مشروعك هذا زي ما ذكرت عصاير وايس كريم كمان بطرق مختلفه، واضح انه بطرق مختلفه لانه ما شاء الله احنا شايفين كيف حتى الان الناس اعتقد بتستخدمها في التقديم. لكن كلمني اذا انت مثلا عندك دورات معينه، قريت اكثر، اطلعت على هذا الموضوع. ممتاز. بالنسبة للدورات للأمانة ما أخذت ولا دورة. تعلمت من عن طريق الإنترنت، موجود في بعض المواقع. صحيح. واستعنت ببعض الخبراء. حلو. وبعدها الحمد لله انطلقنا. جميل. يعني ممكن في أشياء يعني سهلة للأمانة، مثل الأناناس سهل تحضيره، ليمون نعناع، الجح سهل، لكن في أشياء تختص فيها أنت كعصائر هذه. إي كعصائر. في أشياء مثلا زي اللهم لك الحمد العصير اللي تشوفونه الرمان. ده الرمان. الرمان. ايه. بفضل من الله سبحانه اخذ عندي اكثر مبيعات، اسويه في اليوم سولد اوت اول عصير يسرسح بزياده شكل. ايه اللهم لك الحمد. وفي العصير الثاني اللي هي العوار قلب وفرمة عطشك. هذا عوار قلب؟ اي هذا عوار قلب. ايه. وفي برضو اللي هو فرمة عطشك عبارة عن ثلاث طبقات. اوه إيه؟ الله ثلاث الله طبقات. شيء مرة. يعني هذا كوكتيل اتوقع. تقريبا كوكتيل بس شكله يكون عبارة عن طبقات، كل طبقة منفصلة عن الثانية. يا سلام. ما شاء الله. يعني هنيكم على الرمان، يعني بالفعل الرمان صعب انك تلاقيه في اي محل لذيذ، يعني طريقته صعبه وفي مراره فانه يطلع كذا شيء لذيذ ومميز. بتذوقون ان شاء الله وتعطون رايكم بكل امان. يديك العافيه. طيب خلينا نتكلم في البدايه عن الايس كريمات اللي عندك، كيف بتخلط الايس كريم مع الفواكه؟ ايش هي الخلطات اللي بتسويها؟ طيب ممتاز. قلنا للامانه تميزنا في النكهات. اي تفضل. في نكهات الايس كريم. طبعا بدايتنا كانت فانيليا وشوكليت فراولة اللي هو الأساسي يعني. الشكل العادي. ايه؟ فقلنا خلاص توقع بتوجه التوجه مع النكهات. ايه؟ وفضل من الله سبحانه صار العميل نفسه هو يقول نبغى النكهة الفلانية، نبغى الطريق كيف، يعني الحمد لله توفقنا في الشيء. حلو هذا. حلو حلو. بتستعين يعني بالفواكه في النكهات هذا قصدي؟ الفواكه إضافة على الآيس كريم، ولكن الآيس كريم نفسه مقارب للفاكهه نفسها. برافو. كيف؟ بعد ان شاء الله الحين بذوقكم المانجا، انتم تحسونه مانجا فريش. الله. بس هو مقارب للطبيعه. ممتاز. إيه؟ ممتاز. حلو. مقارب للطبيعه. طيب احنا ايش حنسوي اليوم؟ انا متحمسه يعني. بزياده حسنة. ابغى نبدا الفقره اللي قبل اسوي معك حاجه. ممتاز. تبون نجرب الفواكه؟ يا ريت. ابشر. ايش الفواكه اللي طيب عندنا؟ طبعا عندي اللي هي سله الاناناس. ممتاز. اعبيها تقريبا بالفراوله والعنب والتوت الأسود. اي بسم الله. طيب انت اللي بتحدد نوعية الفاكهة ولا يجي العميل يقول لك لا انا ابغى بس فراولة او انا؟ حريص مرة ان لو اسمع من العميل ما عندي مشكلة. ايوه. ولكن احيانا تحدد لي الفواكه اللي موجودة في السوق مو دائما تتوفر. مظبوط. في فواكه في موسمية. مظبوط. زي الحبحب او انتم تسموه هنا الحبحب ايش تسموه؟ عشان طلعتنا الجح الشمام. الجح والشمام هذه كلها حبحب. هذه فاكهه اخرى. الدلاع.
ما ادري ايش اسمه هو محمد. لو تحب قرب اكثر الفواكه ليك اوكي. لا مرتاح ان شاء الله. يعني كل فصل لي موسمه فمره شيء حلو. وكمان عارفة عبير هذا الموضوع كمان يشجع الأطفال إنهم يأكلوا الفواكه أكثر بالزبط. يعني صح إنه شوية أسكريم معاه بس على القلب يكون الطفل أكل أخذ حاجته من من الفيتامينات ومن الله لا في شاء الله. هذا فواكه هذه بس سلة فاكهة بدون سلة هذه سلة فاكهة بدون آيس كريم إن شاء الله الفقرة اللي بعدها بإذن الله بتذوق إن شاء الله الآيس كريم مع الفاكهة. طب ليه هنا في علبة آيس كريم؟ الآيس كريم ممتاز. الآيس كريم هذا اللي قلت لك اللي هو عبارة عن العصير اللي هو فرمت عطشك من ضمن مكونات الآيس كريم. أوكي حسيت شوية دايب. هل هو من الجو ولا مثلا أنت تحتاج أنه يكون شوية كده؟ لا والله مو قاسي مرة. لا المسافة من البيت لين هنا أخذت ساعة تقريبا فطبيعي جدا انه بيطلع بالشكل هذا. يعطيك الف عافيه. الله يعافيك. واهلا وسهلا فيك في اي وقت. يا هلا بك. يعني وجودك معنا اليوم بصراحه هيثبت لكثير من الاشخاص السعوديين صراحه انه اي مشروع حتى لو كان صغير احنا هذا اللي نبغى نبينه وده اللي نبغى نوضحه. وبرنامج شيزي دائما داعم لهذه المواهب والمشاريع الصغيره المتوسطه. اي مشروع سعودي نقدر باذن الله سوا ندعم بعض من اول ما يبدا. سؤالي لمحمد اكيد واجهت صعوبات وعقبات، كمان هسالك عن الصعوبات هذه والعقبات هذه. هل سويت دراسه جدول في البدايه ولا كيف كانت؟ والله في البدايه اكيد طبعا الواحد يبدا بدايه بدون يبدا بدايه بدون دراسه جدوى. حسيت اول سنه تقريبا انه في شوي دروب صح. يعني خسائر في خسارة. نعم. ولكن لما استعنت في بعض الأشخاص في من ناحية دراسة الجدوى الحمد لله فرقت معي. صرت أعرف إيش الهدر متى أحفظ الشيء متى خلاص أقول إيه. والحمد لله استفدت بعد ما درست الجدوى استفادة جدا جدا عظيمة. يعني أحد عطاك هي أو استشرته أكثر فيها؟ والله أحد المتابعات عندنا في سناب ما قصرت سوت لنا دراسه جدوى كامله. جميل. وفعلا حققت ارادتها. هذا دليل ان المشروع عجبها ولذيذ. لا ما شاء الله الله يعطيها العافيه والله. جميل. حلو هذا التعاون اللي يحصل بين الشباب والمساعدات. انا صح. عندي خبره اساعدك صح. انت تستشيرني انا استشيرك ومو غلط ان الواحد يبدا تجربه ويتعلم من اخطائه. طيب الاسكرين مع العصير ممتاز ايش حكايته؟ حابين نسوي ال يلا ورينا ايش 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 الخلطه حقتك الخلطات السريه عاد ابشري عاد لون الفراوله يجنن. هذه الفراوله لحالها ولا مخلطه مع شيء ثاني؟ لا فراوله لحالها طازه لحالها. الله تساعدي يا ريم ولا انت بس لا انا بدي اساعد يعني اللي بس هو يعني هو عباره عن مانجا. اوكي الله مانجا يا سلام. ايوه كذا قول مانجا. تسمونه مانجو انتو؟ ايوه مانجا مانجو. يلا ايش انتو احنا لا مانجا مين قصدك انتو؟ لا مانجا لهجة كل واحد لهجته. لا هي اكيد طبعا بس الفاكهة معروفة يعني هي مانجا في كل العالم. والله احيانا نقول مانجا وفي اللغة العربية ممكن تكون مانجو المانجو. حلو ايس كريم فانيلا عادي نكهة الفانيلا صح؟ ايه نكهة الفانيلا يامي. انت بتصنع الايس كريم من الفانيلا ولا انت مثلا بتطلب ايس كريم فانيلا عادي عشان كمان ممكن نساعد الامهات ان هم؟ لا والله انا اطلبه صراحه. اتمنى اني اوصل مرحله اني اصنع انك تصنع الفانيلا حقتك الخاصه بك. ليش لا؟ يا ليش رب. لا يا ان شاء الله باذن الله اذا لقينا وقت. والله فكره مش بطاله بسم الله. وهذا عوار القلب اللي دائما اسمع عنه وعمري ما جربته. تسامح ايش ايش مكوناته؟ العوار القلب مكوناته فراوله مانجا ايس كريم في توت خاص هو اللي يعطيه نكهه الحموضه. ايش معنى توت خاص يعني ايش التوت؟ ما احنا نعرف انواع. لا لا تذكر. لا في توت خاص فينا تمام هو اللي يعطي النكهه. خاص فيكم انتم إيه؟ كمشروعكم إيه؟ هو اللي يعطي النكهه الاخيره. بسم الله. جبنا العيد. لا جبناه بس عادي ما في مشكله يستاهل. اصلا عامل شكل لذيذ فدا القناه روتانا يستاهل. يعطيك العافيه. طيب محمد بالنسبه لتنظيم الحفلات الترتيب للحفلات كيف هذا الموضوع معاكم؟ للامانه اول ما بدينا كنا نروح المناسبات والاستراحات حتى البيوت غطيناها تقريبا والحين عملائنا زعلانين علينا مره. ليش؟ خلي محمد هنضف زعلانين علينا من ناحيه انه خلاص وقفنا حاليا التنقلات عن طريق الشاليهات او الاستراحات بسبب كورونا. لا مو الحمد لله وقوفنا في الشارع او في الحدائق اللهم لك الحمد في دخل جدا عالي الحمد لله.
افضل انه مثلا اروح اشتريه معين يكون الدخل متدني وانا اخسر العميل اللي برا اللي ينتظرني كمحل. انا معامل الترك كمحل يفتح بوقت ويقفل بوقت. طيب جميل جدا، بس يعني انا حابة اسال محمد بناء على كلامه لنا الحين. كثير من الشباب مثلا ينحرج، خلينا نقول من فكره، شكرا، ينحرج من فكره مثلا هو يوقف شارع او يوقف حديقه على المشروع حقه، او مثلا يقول لا انا ايش يحدني. ممتاز، خلينا نتكلم شويه في تغير فكر او وعي الشباب الان، كيف اصبح يعني؟ هل مرت عليك ظروف زي كذا، او اصدقاء مثلا ممكن يقول لك لا انت ليش تروح وكذا، مع انه هو هذا شغل والشغل مو عيب ايش من كان نوعه؟ تفضل. تفضلت. شكرا لك. والله شوف كلامك سليم، لكن لما هو يقتنع اقتناع تام انه لما يعمل يسوي هذا الشيء وعنده هدف، انا متاكد حيشيل الفكره كامله من باله. انا اكلمك محدثك محمد، وصلت مرحلة والله العظيم إني منظف بيت جيراننا، أقسم بالله، لأنه بعد ما خلص الشغل نحتاج نفرغ اللي داخل الترك. أيوة. تتسرب الموية تحت عند باب الجيران ويصير عنده زي المستنقع. أيوة. هذا أنا سببه. فإذا أخذ وقت، إذا أخذ وقت معلش يطلع بكل جواب. إيه؟ يقول لك. فجاء كلمني قلت له أبشر من عيوني والله وانزل مكان المنظفات واشتري الادوات كلها بالسلاته عند بيتهم يوميا. الحين الحمد لله زبطنا المشكله. أي. ومشينا. ما استحيت، ليش؟ لان هذا شغلي، هذا شيء له مردود لي. فصعب اني استحي اني اقدم شيء. صحيح. والحمد لله وبشركم الامور ماشيه. عشان كذا احنا دائما نحب كل الحاجات دي تكون بايدي سعوديه وبايدي ابنائنا وبناتنا، لانه نضمن انه الاخلاص بالعمل، الوفاء، التفاني، يعني انك ما تاذي غيرك، مو زي لما نترك العمل لاي احد ثاني. محمد احنا حنكمل معك، احنا لسه ما خلصنا بقيه المفاجات معكم يعني. ان شاء الله معكم. فمشاهدينا انتظرونا بعد الفاصل ومكملين فقرتنا، فقره السعاده والايس كريم بعد الفاصل. طبعاً مكملين فقرتنا مع محمد وفرمت عطشك. الله يحييك. ومو بس عطشك، يعني في كمان جبت لنا المشين حقة الآيس كريم. ممتاز. وشايفة كمان مجهزة هناك، أنت مجهز مو بس فانيلا. أنا على في ألوان. إيه في ألوان يعني في الموضوع، فكلمنا عن الموضوع ده شوي. مثل ما ذكرت لكم إنه تحبينا إن نتميز في السوق في نكهات، كل يوم الحمد لله عندنا نكهة مختلفة عن الثانية. اليوم النكهة اللي حابين تجربونها، اللي صراحة كثير من العملاء راهنوا أن هي الأفضل، اللي هي المانجا والتوت الأحمر. الله. بطريقة مختلفة بالأناناس، سميناها أناناس فتون. الله. فتون. فتون. فتون؟ إيش معنى فتون؟ وواحدة من الأخوات صراحة ما قصرت معنا. أي. هي اقترحت. ودعت لنا هي ودعت لنا والدتها، وجدا كان أسلوبها رائع في الموضوع. اعتمدنا قلنا خلاص يصير الايس كريم باسمه، كل ويكند يصير اسمه فتون. عاجبني موضوع تفاعلكم مع ولو احد ثاني يعني اعطانا نفس الفكره ان شاء الله بنسمي الايس كريم باسمه، او مثلا عصير معين. هي اخترع الايس كريم كذا مكسي حاجتين مع بعض يصير باسمك على طول. يصير باسمك. طب بدوقنا يا محمد. يلا بسم الله. يلا. ايش حتختار؟ ما حتختار كب عادي، راح تختار كب اناناس. ادوقكم الايس كريم اللي قلت لكم. يعني انت بتسوي كذا كمان في التراك؟ تفضل تقدر تروح هناك. بتسوي كذا في التراك لما يجي احد وياخذ منك ويطلب اوقات فعلا تقدم بهذه الطريقه؟ نحدد كم كميه منها تقريبا 20. حلو. ايه لان التراك امكانياته شوي مو ذاك الحجم. كنا نحدد الى 20 حبه اناناس كل ويكند. جميل. الالوان رائعه. هذا يبغى لها مهاره لحالها يا عبير، يعني يبغوني انا اقوم احط راح اخرب الدنيا. لا حاولي اشوف كيف اسويها. راح اخرب الدنيا. بس اللون يفتح النفس ترى. هو يعني شكلين، يعني هو لون جهه ولون جهه. الله. يا سلام. انا طيب. ابغى انه انت تقومي وتسوي لي واحده. ابغى طيب. اشوف انت كيف هتسويها ان شاء الله ما تطيح مايكاتي. بس يعطيك العافيه محمد. جميل جميل جدا. طيب حتجيب لي انا كمان اناناسه ولا ايه؟ شوفوا كيف شكلها يا مشاهدين. اناناسه انا احطها هنا استاذ ان شاء الله تطلع كده حلوه زي حقه محمد. لون بقى
محمد اي محمد ساعد دريم بساعد اوكي ثانك يو بسم الله اللون يا جماعه اللون مو طبيعي طيب. انا اضغط اللي هو اللي هنا وانت لفي اشوف لا انا ابغى الاثنين مع بعض يلا بسم الله اضغط هنا عمري ما سويتها نفسي اسويها معلم كمان يلا على شكل دائره اهو بنتعلم منك هذه أيوة. المهاره يا محمد بس ما شاء الله الايس كريم مره ثيك هذا اللي تميزنا فيه اللي ذكرنا من اسمه العضل ايس كريم عضل الكميه اللي ننزلها فيه تكون بالشكل هذا حلو لو تطلعين فوق بس شوي بتطلع بيرفكت مره اهو ها شكرا كبيره أهنيك بيك العافية الألوان يا عبير أنا كل يوم أقول بكرة حسوي رجيم واليوم اللي قررت فيه بالفعل أسوي رجيم جابوا الإيس كريم بس برضي حأكل مني ممكن نحطها جنب هذه نشوف عمل يا الله ريم أنا عشان كريمة هتبص علينا يعني كذا شكرا على الكلام هاتي طب أبغى أدوقها لحظة ديني ملحقة هنا خذي الدوقي من ده بس قبل الدوقي أكثر نصور أول الأكثر تميزا يعني عبير نصور خربتيه يعني تبغى تحاولي تعدليه يعني انت بتحط معاها فواكه ولا هي بتطلع لحالها كده عندك الفواكه مثل ما تحبي عندك الرمان العنب التوت ها لذيذة يستاهل اني اخرب الرجيم عشانه عشان كده هي كده شوفي كيف مودي تغير عشان كده سبحان مودك تغير مودي تغير كده فجاه كده يعني السعاده من جد لذيذ انا ادوقها لا من جد مره لذيذ وانكم تختاروا هذه النكهتين مع بعض التوت مع المانجا يا جماعه لعل انا احب الاثنين انا ما راح اقدر كده اركز على الحلقه يديك العافية في كمان في شيء تفضلي هو شيء لذيذ شيء خاص بموية الورد بموية الزهر في 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 نكهة زي كذا هذه اللي بتورطنا وتكشف المشروع اوكي خلاص لا خلاص بس صح عرفت تجيبها عرفت تجيبين بس من جد يديكم العافية من جد روحوا يا ناس جربوا هذا الشيء الايس كريم اللي مميز حقهم انتوا عند اي حديقة عصير عندنا موقعين الهلال الاحمر طريق الملك فهد والموقع الثاني الجلسان احنا مسمينه فرع الجنوب فرع الشمال فعالياتنا حلوه جذابه مع الفرعين هذه طب بس لو تسمحوا لي بس في حاجه بسيطه محمد في ترند طلع من فتره ممتاز ابغاك تكلمني عنه لانه سالتك الصعوبات اللي واجهتك وانت ما ذكرت وقتها وحبيت انه انت تتكلم عنه تفضل ممتاز الترند اللي طالع ممكن ان الشخص نفسه توجه الى عربة معينة وممكن في ذاك الوقت راعي العربة أو الشخص المراد هو رافع الأسعار أنا ما أدري صراحة أيوة صح ولكن ركزوا على السلبية نفسها تركز على السلبيات في إيجابيات أنا في إيجابيات متأكد كتير. والله في من الشباب أقسم بالله أنا متأكد أن الشغل اللي يقدمونه مثل المحلات وأفضل نعم. ليش ما راح لهم طيب صح. معلش وراح الأماكن يعني معلش مع احترامي حتى العربة واضح أنه صندوق بدون أي شعار بدون شيء تعالي العربات معلش تعبان على نفسه انا عربتي اللهم لك الحمد تعبت فيها اسعاري من 5 ريال الى 10 ريال العصير 10 ريال الحجم الوسط البسكوت اسعار منطقيه ومقبوله خمسة جدا ريال جدا والكبير 10 صراحه وللامانه اصلا ما في ذي الاسعار في السوق بالمناسبه لسه امس انا مشتري عصير ما في ب 15 فعلا حتى المحلات يعني اقل من المحلات انا ولكن تجي العربه معينه تجي العربه معينه وتستهدفها وتطلع عيوب العربة وتعممها على اساس انها العربات الثانيه هذا خطا ولا نرضي فيه طبعا واحنا دائما ندعم شبابنا وبناتنا وعارفين اللي يقدموه هم من تعبهم ويقدموا دائما الافضل وانظف شيء وانا اثق صراحه في ايدي يعني اخواننا الشباب والبنات صراحه يعني انا اشكر صراحه تواجدك معنا يا محمد اشكركم يعطيك الف عافيه وان شاء الله مشروعك من نجاح لنجاح صرت فاتح محل ايس كريم مره كبير يا رب ان شاء الله باذن الله في انتظارك وبانتظار المزيد ان شاء الله الله وزي ما قلت لك انت او اي شخص واي شاب واي شابه عندهم مشروع صغير او متوسط وحابب دعم اعلامي قناه روتانا الخليجيه برنامج سيدتي معاكم من الاول من الصفر ان شاء الله الى الاخير احنا نطلع فاصل الان مشاهدينا تابعونا بعده واكيد اذكركم انكم تتفاعلوا معنا عبر الهاشتاج برنامج سيدتي